لم يعطي الجائزة اللي طوعت بها إلى أهلك وإخوتك من أطفال فلسطين راح يرجعوها إن شاء الله. قال لي نزيد نعاود نتطوع به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر أحمد الله على أنني تحصلت على المرتبة الثانية في مزامير داود وشرفت ولايتي أحسن تشريف، كما أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، واعلموا أن قضية فلسطين قضية شرف وأنا دفعت عن هذا الشرف بما أملك. أتبرع مرة أخرى لفلسطين مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم لأن فلسطين قضية شرف.